الزمالك ماتش العوده ان شاء الله يكسب، وعمل نتيجه هناك كويسه، قدر يتعادل هناك 0-0 ودي نتيجه كويسه باذن الله قادر. الاهلي طول عمره بيظهر في الاوقات الصعبه وباذن الله هيعملها. 2-1 للزمالك. المفروض يلعب بخطه هجوميه بحته، يعني يلعب 4 مدافعين عادي وواحد بس قلب دفاع او نص ملعب مدافع و4 تانيين هجوميين، يدوس على اللعيبه قد ما يقدر، ما يلعبش باثنين مهاجمين لان خطه 2 مهاجمين ما بتنفعش قوي لانهم ما بيلعبش على العرضيات كتير. هيصعد طبعا وهنقطعه من على ارضنا. اي ماتش بالنسبه للاهلي ايا كان في الدوري ايا كان كاس افريقيا هيأثر في مستواه بالنسبه للدوري او بالنسبه لاي مركز هو فيه، اي بطوله هو فيه. بصي اي نعم، هو يعني احنا عايزين مجهود فوق المجهود علشان خاطر نكسب، بس مش معنى ان هو خسر ماتش يبقى هو قصر، لا الاهلي ما قصرش. ان شاء الله اكيد هنكسب، احنا فريقنا الموسم ده بتأدي اداء كويس مع جروس المدير الفني، الاداره الحمد لله في استقرار. ان شاء الله قادر على عوده في ماتش، بس لازم يلعب بتشكيله هجوميه اكتر. طبعا ده الزمالك.